السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا من رأيي يا رياض يا محرز تشوف لك نادي في يناير، والوكلاء يسعوا من دلوقتي تلعب بقى في أندية كبيرة في أي دوري، الألماني الفرنسي حتى الإيطالي، ترجع تاني الدوري الإنجليزي الأسباني. لازم تشوف لك حل، إن كده مستواك هيقع. تلعب مع فريق لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني مفيش خالص، وسط ملعب ضايع، مهاجمين ضايعين. أول ماتشات الدوري السعودي الأهلي كسب 4 ماتشات في الأول كده، كانش لسه بقى لاعب الفرق الكبيرة. والله في تحليلات ترجعوا كده للماتشات موجودة على القناة، كنت بقول النادي ضعيف، مفيهوش أطراف مميزين، باكات أطراف مميزين. فيرمينيو بقاله سنتين مبطل في ليفربول، ماكسيمان راجل بيمسك الكرة ويأنن ويطلع يرقص الجمهور وملوش أي ميزة. وسط ملعب فاضي خالص، مفيش أي حاجة، مفيش يعني إلا فرانك كيسيه هو اللي بيحارب لوحده في وسط الملعب، ورياض محرز هو اللي هو الخطورة كلها عند رياض محرز الوحيد. رياض محرز هو اللي شغال والباقي عطلان، الباقي مجاش. ما تنسيناش باللايك، تعودنا منك علشان تدعم القناة ضروري يا جماعة، عشان إن شاء الله نكمل معاكم بإذن الله ونكمل معاكم على طول في البطولات. لازم تدعمنا بلايك طالما أنت بتنتظرنا، وإحنا بنحترمك وبنعمل لك المحتوى اللي أنت بتستناه، فكمان من حقنا عليك إنك تدوس لايك وتدعمنا وتكتب تعليق وتقول رأيك. لما هتدوس لايك الفيديو هينتشر عشان تعليقك يقراه غيرك، والناس تدخل تتناقش معاك وتقول رأيك في الماتش. مفيش ماتش طبعا النهارده اي كلام. بجد محرز يحاول يروح نادي، دي حقيقه. النادي ما فيهوش اي امل خالص. الشوط الاولاني تتفرج، هو محرز هو بس، هو خط التمويل او مخزن الفرص، هو محرز. يا اخي ده محرز بيمسك الكوره بيتلم عليه 3 من الفرقه الثانيه، والمدافعين فرقه الشباب واقفه، والمهاجمين وراهم مستخبيين. عارف اللي مستخبي؟ عارف الواحد بيبقى خواف كده بيقف مستخبي ورا الناس، مستخبي كده. فراودة النادي الاهلي مستخبيين. طب محرز هيلعب لمين؟ محرز الشوط الاول برضو عمل انفراد باصه كده، وراح قال لهم، عمل لهم كده، تعالوا الكوره، الف به كوره، انا بلعب كده في فرقه الاهلي. راحت كوره هناك عند محرز، لازم اروح له ادعمه، اعمل وان تو معاه، اخدها. قليلين قوي، فرقه قليله قوي 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 يعني. ومحرز مستواه نزل، وواضح ان محرز لو استمر الموسم كله هيقع وقعه وحشه جدا كفتنس ولياقه ومستوى وثقه وكل حاجه. محرز حس الايام اللي فاتت ان في كلام عليه ان هو بعيد على لياقته ومش عارف ايه، حاسس انا النهارده محرز والله بيجري وبيتحرك وعايز يساعدهم، لكن مفيش حد غيره خالص، مفيش مهاجمين، مفيش وسط ملعب فعال. معرفش جابرييل فيجا يقول لك ده منتخب اسبانيا للناشئين، مستقبل الكوره. يا عم يفضل هناك لغايه ما يبقى مستقبله كويس، جيبوه. الفرق الثانيه فيها ماني معدي 30، كريستيانو، لعيبه تقيله. الاتحاد فيها حمد الله، فيها بنزيما، لعيبه كبار في السن وعتاوله. فرقة الأهلي تيجي تدور مفيش والله، ما في مهاجمين خالص. هو محرز يا عيني، ومحرز كل شويه عنده يأس. ما هو انا بلعب معاكم بقى كل مره وانتوا كده، فمحرز جاله يأس من الفرقه دي. فالوكيل بتاعه لو شاطر، حتى لو هم دافعين لمحرز كده، يروح اعاره يعني، ممكن يرجع تاني السيتي يلعب وبياخد الراتب من الاعاره، ياخد اعاره يعني. لكن وجوده في فريق الأهلي لغايه نهاية الموسم هتأثر عليه جدا في بطولة أفريقيا الأمم مع الجزائر، هيبقى بعيد خالص عن المستوى، بيلعب مع فريق ما فيهوش أي دعم ولا أي حاجة. ما تنساش اللايك، ومفيش كلام تاني، الواحد